السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساءكم وطاب مقيلكم. الأخوة تشاهدون هنا مسار حميدة. الوعد هذا يقوم بالرش، الدكاكة تقوم بالدك، بعده الدريكتل تقوم بتسوية. يتبقى معنا هذا المقطع الصغير، يجهز هذا الملف حتى يلتقي مع هذا المكان القديم جاهز، ومن هناك من بعد الدريكتل الآن جاهز عند المطب هذا، جاهز ملكوك جاهز. تبقى معنا هذه القطعة الصغيرة والملف، وتكون بإذن الله حميدة جاهزة. ومن ثم يأتي البوكلين يسوي الدتشات حق مخارج ومصارف المياه. طبعا السواق حذر جدا، يخاف ان تسقط هذه فوق الدريكتل.